موضوع تاني عايز اتكلم مع حضراتكم فيه. احنا النهارده لسه 5/11، اهتمام غريب جدا بموسم الانتقالات الشتويه في النادي الاهلي. النادي الاهلي لعب 3 4 مباريات في الدوري والتقييم شغال، مين كويس مين وحش، مين هيمشي مين هيتباع، مين هيكمل مين مش هيكمل، مين هيجي الاهلي، مفاوضات الشغاله والترشيحات شغاله من بره مصر وجوه مصر، ومشوا لعيبه من جوه النادي وجابوا بدلهم كل ناس بدلهم ناس جديده. وحتى الان عندما سالت في هذا الامر الجهاز الفني قال لي كل اللاعبين مكملين. امتى يا عم اسلام هيحصل الكلام ده؟ احنا بنلعب كل يومين 3 ماتش، هنعمل ايه؟ لك ان تتخيل ان انا كمدير فني ببقى قاعد وما اعرفش ان في لعيبه بتنضم للفرقه، اللعيبه دي بتنضم من حته واحده بس من خلال السوشيال ميديا والمواقع، ولكن انا كمدير فني ما ضمتهمش. يا جماعه وجهه نظري ان النادي الاهلي يمتلك سكواد قوي، محتاجين بعض التدعيمات، محتاجين. انا دايما اقول لحضراتكم ان الانديه الكبيره زي النادي الاهلي دايما بتبقى محتاجه تدعيمات في كل الانتقالات، في كل مواعيد الانتقالات. الجهاز الفني سالت لديه قناعه بكل اللاعبين اللي موجودين، الا ما كانش هيوافق على استمرارهم، لان النادي الاهلي زي ما بيقولوا كده يعني، او زي سلو بلدنا، النادي الاهلي المدير الفني هو سيد قراره في الامور الفنيه. يعني محدش يقدر يفرض عليه لعيب بعينه في القايمه ولا في التشكيل. احنا عندنا سيستم، عندنا لوائح بيحترمها الكبير قبل الصغير. لانه على السوشيال ميديا انا الحقيقه بشوف امور عجيبه جدا، يعني النادي الاهلي بيفوض فلان وبعدين يطلع يقول لك اسلام مثلا، يطلع على السوشيال ميديا يقول ايه؟ باكد لحضراتكم انه بيتم التفاوض مع فلان الفلاني، وكولر عايز فلان الفلاني، وفلان الفلاني وقع للنادي الاهلي وخد مقدم تعاقد. على الجانب الاخر اسم من الاسماء اللي موجوده في النادي الاهلي ده مشي خلاص، وكولر مش عايزه. كولر والراجل بيلعب وموجود وكل ماتش بيلعب، ولو قعد الماتش بيقعد اللي بيلعب اللي بعده. كل ده عشان احط اسم النادي الاهلي فبيع، ابيع المنتج اللي موجود. لكن انا متاكد الحقيقه ان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي وعارف كل حاجه، وعارف مين بيتكلم، وعنده ثقه في مين من اللاعبين. عندنا مجموعه جيده جدا ومحترمه من اللاعبين، من احسن اللعيبه اللي في مصر وفي افريقيا. لازم او مش لازم، انا متاكد ان حضراتكم عارفين هذا الامر، وعارفين كويس قوي قوي ان احنا عندنا مجموعه جيده جدا جدا من اللاعبين. لا نحتاج الا شيء، الا توفيق ربنا. انت لو ربنا مديك التوفيق في مباراه سان داونز، في مباراه سان داونز الشوط الاولاني يخلص 3 4، ما اعرفش الشوط الثاني كان هيخلص كام، ولكن الشوط الاولاني على الاقل شوف كام فرصه الكهرباء، غير الفرصه بتاعه بيرسي تاو اللي جت في العارضه وتم احتسابها تسلل وهي ليست تسلل. فبالتالي يا جماعه خلينا نثق في فريقنا ونقف في ظهرهم، لان الفتره القادمه لا تحتاج الا الى المسانده والدعم في وقت صعب جدا 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 على لعيبه النادي الاهلي.